في اليوم السابع وبعد الراحة في الشصر، يستعد الرجال صباحاً لمواصلة رحلتهم باتجاه الربع الخالي. فالمسافة حسب المسار المحدد ما زالت طويلة، ومن جديد تنطلق القافلة على أصوات التغرود مرة بين بساتين المزارع في المدينة. وبالخروج من وادي غدون وبداية الدخول إلى وادي ملحيد، بدأت معالم الأرض تتبدل لتبدو أكثر قساوة مما سبقها من مناطق مرت بها القافلة. وقد رافقهم في البداية الراكبان اللذان كانا معهم من أهالي المطهفة لبعض الوقت، ثم ودعاهم وعادا إلى قريتهما. السهول المتاخمة لصحراء الربع الخالي، والتي تعتبر هي ذاتها صحراء تتميز بأنها تجمع ما بين جمال الطبيعة وقسوتها في الوقت ذاته. جمال الطبيعة هنا يتمثل في قطعان الإبل التي تجوب هذه السهول، وبعض الأشجار التي تتشبث بالحياة فيها، وغروب الشمس، وغير ذلك كثير. إلا أن التجول فيها دون دليل أو معرفة يعد ضربا من المجازفة، وذلك لندرة المياه وحرارة الشمس نهارا والبرودة الشديدة في الليل، إضافة إلى احتمال التيه والضياع في مجاهلها. عند المساء تبعنا القافلة باتجاه وادي ملحيد، فوجدناهم بعد حوالي 45 كيلومترا من انطلاقنا، وهذه تعد مسافة خيالية لراكبي الإبل في الصحراء، وهو أمر لم يكن ليقدم عليه إدريان هيدز لولا أنه واثق من توفر الغذاء والماء لهم ولإبلهم من خلال الإسناد المرافق. تركنا القافلة بعد أن تهيأوا للمبيت، وانطلقنا نحن إلى مرسودد على الطريق الذي نتوقع أنهم سيمرون منه في الغد. ليالي الصحراء في الشتاء جميلة، خاصة حين الاطمئنان والشعور بالأمان، فالنسيم عليل وإشعال النار والتجمع حولها يبدد وحشية المكان ويبعد البرد. وكنا نستغل الوقت في المساء بالسمر على موقد النار وتبادل الأحاديث مع مرافقين والأدلة المصاحبين لنا في الرحلة، وتبادل أطراف الحديث معهم حول كل ما يعرفونه عن الصحراء. نتناول الشاي أو القهوة والخبز المطبوخ في الرمال والجمر. إنها تجربة
قل أن يحظى بها إلا من توافرت لهم فرص كهذه لاستكشاف الحياة في الصحراء. نيابة مر سودد التابعة لولاية مقشن على مشارف صحراء الربع الخالي، يسكنها بيت مسن من قبيلة بيت كثير، وقد استقبلنا أهالي هذه المنطقة بالود والترحاب والكرم المعهود لديهم. وهي قرية وادعة في الصحراء تحفها كثبان من الرمال من جميع الاتجاهات، وتوجد فيها مساكن بناها الأهالي بأنفسهم وبعض المساكن التي بنتها لهم الدولة، إضافة إلى مكتب النائب الذي يضم كذلك العديد من الخدمات الحديثة. وما زالت برك المياه تتجمع في الوادي وبعض المنخفضات فيه، مما يدل على شدة الأمطار التي هطلت على المنطقة إثر المنخفض الجوي الذي شهدته المحافظة قبل عدة أيام. الصباح في مر سودد رائع جدا، خاصة بعد نوم عميق على كثبان الرمال، وتبدو معالم المكان صباحا مختلفة عما كانت عليه بالأمس. ففي الصحراء تتغير مواقع كثبان الرمال وأحجامها واتجاهها بتغير اتجاهات الرياح، وقد قمنا على أصوات مجموعة الأدلة المرافقين لنا، وقد تجمعوا حول موقد النار وعدوا الشاي والقهوة وطعام الإفطار. عند منتصف النهار تقريبا التقينا القافلة في سيح بن خطار في وادي ملحيد، وكان مرافقهم من أهالي الشصر قد عاد بعد أن أمضى معهم ليلة. وتبدو الإبل من بعيد في سراب الصحراء وكأنها تسبح في الهواء، وباقترابنا أكثر رأينا كم كان التعب قد نال منهم ومن إبلهم. فتركنا لهم شجرة الغاف التي كنا نستظل تحتها ليرتاحوا وينيخوا الإبل بعيدا عن حرارة الشمس. تركنا القافلة وعدنا إلى مر سودد لنرتاح قليلا نحن أيضا قبل الانطلاق إلى ولاية مقشن التي ستكون المحطة القادمة للقافلة. وفي مر سودد حدثنا السالم بن سعيد غصنم سن نائب والي مقشن في مر سودد حول النيابة وطبيعتها الصحراوية. الطبيعة الحمد لله غلابة والطبيعة طيبة، والوقت الحمد لله ربيع شتاء يعني، والوقت طيب الحمد لله مع تواجد السيول والطبيعة والأشجار والرملة وهذا كلها يعني، ولكن الحمد لله هذا طبيعة ربنا يعني حباها للمنطقة ولأهل المنطقة يعني، بكونها طبيعة الناس يعني تجي في يعني أفواج سياحية تجي من قبل، لا كان أصلا كان مركز سياحي ولكن لا كان على أساس أنها تصور هذا الأماكن الجميلة سواء كان في المركز أو في الأشجار أو في طبيعة المبات والمكان، فهذا طبيعتها اللي الله منحها لها. وتحدثنا كذلك مع الشيخ مسلم بن سالم الربخ مسن حول بعض جوانب الحياة في هذه الواحة البديعة. يعني كان الوقت السابق الناس يعني عندما الأرض هذه تكون عشبة أو خصبة أو في مواسم زينة يكونون متواجدين في هذا المناطق ذي، وأيضا حتى المياه ما موجودة في هذا المناطق إلا مقشن وادي مقشن عندما يكون القيض أو الحر الصيف كذا، لكن عندما يكون الشتاء والبرد كذا يكونون في هذا المحلات، والمحلات هذه عشيبة والمحلات خصبة جدا جدا، عندما تأتيها الأمطار تطلع أعشاب طيبة فيها شفت، والناس يكونوا متواجدين ومرتاحين في هذا الشيء. وعندما الأمور تكون صعبة أو الدار محل أو كذا تحصل يعني الناس اللي كان زمان قبلنا يعني وقبل النهضة هذه
من الوادي بوشهم ترعين من الوادي وتطلع عن الى العراد، العراد في الجدة. يعني لو كان اكلهن الا الوادي ما تقدر انت تعيشن يعني، لكن العراد بعون الله انه متوفر فوق في المحلات الثانية. ولاية مقشن تقع في نفس الامتداد لخط سير طريق القوافل التي كانت تعبر الصحراء بالتجارة قديما من ظفار في الجنوب إلى المناطق الشمالية من عمان وبقية مناطق الجزيرة العربية والعكس، وهي منطقة آهلة بالسكان اليوم وتتوفر فيها الكثير من احتياجات الحياة العصرية. كما يمر الشارع الرئيسي الرابط بين شمال وجنوب السلطنة قريبا من مركز الولاية. مقشن منطقة معروفة، منطقة تاريخية، منطقة تعتبر المورد للربع الخالي، وتعتبر من المدن المدثورة قديم متصلة بأبار، متصلة بكثير من المدن التي لا تعرف عنها سوى التاريخ اليوم. وهذه المنطقة كانت فيها كثيفة من النخل، وكانوا يتزودون بها من ثمارها السكان. أشجار النخيل والغاف العتيقة في وادي مقشن منظر فريد من نوعه على تخوم صحراء الربع الخالي ورملة مقشن. ولو كان لهذه الأرض أن تتحدث لحكت الكثير من الأخبار حول من مروا من هذا الوادي ومن قصدوه على مر السنين طلبا للماء والراحة. وبعد تجولنا في وادي مقشن الذي تنتهي إليه معظم السيول من أودية غدون وغيره في الجنوب، انطلقنا من جديد بحثا عن القافلة وقد وجدناهم في بدايات الوادي. فبدت القافلة في أجمل مشاهدها وهي تمر من خلال أشجار الغاف العتيقة، ورغم التعب يبدو الفرح جليا على محيي الرحالة أدريان هيز باقترابه من نهاية المرحلة الثانية من رحلته في ولاية مقشن. وعند منتصف النهار تقريبا أناخ الرجال جمالهم وحطت القافلة تحت ظلال الأشجار، واستمتعوا بوجبة غداء رائعة مع الماء البارد والمشروبات الغازية وبعض الفاكهة. وتلك أيضا رفاهية لم يكن ليحلم بها مبارك بن لندن حين مر من هنا قبل أكثر من 60 عاما. بهجة الفرحة، فرحانين ونرحب بكم. وهذا من عادات سابقة إن هي هذه المنطقة منبع القوافل والربع الخاص الربع الخالي، وكان من قبل قد كانوا رحال وكانوا تحديد الحدود في هذا الوضع ويطلع من هذا المواقع. حصن الشيخ مسلم بن طفل المسهلي كان الوجهة الأولى للرحالة إدريان هيث حين وصوله إلى مقشن، وذلك لمتطلبات الفيلم الذي يقوم بتصويره عن رحلته، حيث كان مسلم بن طفل واحدا ممن رافقوا ويلفريد كيسنجر في رحلته الاستكشافية لعبور صحراء الربع الخالي. وعند الحصن استقبلهم الأهالي والشيخ خالد بن مسلم بن طفل ورحبوا بهم في مقشن، ثم كان الاستقبال الرسمي لهم في مكتب والي مقشن بحضور الشيوخ وأهالي الولاية تعبيراً عن فرحتهم بوصول القافلة بالسلامة واستعداد الجميع لتقديم كل ما يحتاجون إليه لإكمال رحلتهم عبر صحراء الربع الخالي. الرجال هذا لا يتنافسون، من منهم يثور قدام، من منهم يشتغل أفضل من أخوه، من منهم يكون رجل اللي هو المقدام في كل حاجة. قال فوالله إنه حنا نقطع على وجوهنا للنوم،
ونشوف على بعضنا، هل فلان نام ولا لا؟ إذا نام يروح بتخفي على أساس يعمل الأكل ويعمل الحطب ويعمل الزواد ويحرسهم دون الثاني اللي يشعر. لك أن يكون الجميلة والهبة الريح على يده. فعدة من القصص من هذا السبيل، والبدوي كله يعني يكون متنبه لها ويحاول دائما أن يكون هو الأقدم، هو اللي بيقوم بكل حجة قبل الثاني، وعلى أساس يأخذ احنا نسميها نقول المدحة، يأخذ الشهرة ويأخذ المدحة ويأخذ الطارية. طيب وليمة العشاء في عزبة الشيخ علي بن جنازل المسن أقيمت كالعادة بمناسبة وصولنا إلى مقشن، وقد كانت ليلة رائعة بعد عناء السفر بالنسبة للرجال المشاركين في القافلة والتنقل والتصوير من مكان إلى آخر بالنسبة لنا. إنه الكرم الذي لازم هؤلاء الناس منذ الأزل، والألفة التي يبدونها لزائريهم، والفرحة التي تأتي نابعة من قلوبهم بإكرام الضيف وتقديم الأفضل له دائما حتى ولو كلفهم ذلك الكثير. أما أدريان هيز ورفاقه فقد كانوا مبهورين بما يرونه ولا يكادون يصدقون. وبعد العشاء قدم الأهالي جانباً من الفنون العمانية المغناة في مقشن كالهبوت والتغرود والرعبة، التي يتم من خلالها علاج من تعرض للدغة أفعى، والتي يؤمن أهل البادية أنها قادرة على منح الشفاء للملدوغ. بعد الراحة في ولاية مقشن انطلقت القافلة مجددا من أمام حصن الشيخ مسلم بن طفل، وقد اجتمع أهالي مقشن للسلام عليهم وتوديعهم عند بداية الرحلة باتجاه رملة مقشن، ثم إلى مناطق كثبان الرمال على أطراف صحراء الربع الخالي. وهي لحظات تختلط فيها المشاعر بين الفرحة باستمرار التجوال في هذه المناطق وبين الخوف مما هو قادم. فرغم كل وسائل التنقل والاتصال الحديثة التي تتوفر اليوم للقافلة ولنا كفريق مرافق لها، إلا أن الصحراء تظل مخيفة لمن لم يألف العيش فيها والتنقل عبر مجاهلها مهما كانت درجة استعداده. رملة الغربانيات في الربع الخالي هي وجهتنا القادمة، وقد انطلقنا من مقشن باتجاهها على أن نلتقي القافلة في منطقة الخنجر التي تقع قريبا من خط السير المرسوم للرحلة. وبالفعل التقينا القافلة قريبا من مركز الخنجر. وبما أن المرحلة القادمة تعد الأصعب في هذه الرحلة، فقد كان لابد من التخطيط لها بشكل متقن حتى لا يتعرض أحد لأي مكروه.
إيز هناك. أيوة. That's just exactly what you've just been talking about. Be perfect. Okay, we'll go there. But don't not. بمرور الأيام نجد أنفسنا وقد توغلنا أكثر فأكثر في صحراء الربع الخالي. هذه مناظر لم نكن لنحلم برؤيتها يوما لولا هذه الفرصة. تنطلق قافلة سياراتنا نحو مجاهل الربع الخالي في رملة الغربانيات باتجاه رملة السحمة، وتدور الأحاديث حول صبخة أم السمين التي ملأت سمعتها الآفاق لأنها عبارة عن بحر ممتد من الرمال والطين والملح، والتي يمكن أن تبتلع من يتوه فيها من بشر أو حيوانات بكل سهولة. كثبان الرمال تحيط بك هنا من كل جانب، ألوانها تتشكل بحسب التربة المكونة لها ومعادن الأرض التي خالطتها على مر السنين أو حسب الوقت الذي تنظر إليها فيه. لا أثر لماء أو حياة، ولا شيء يقي من حرارة الشمس نهارا أو برودة الطقس ليلا. لا شيء إلا الرمال وبعض النباتات البسيطة المتشبثة بالحياة على سفوح الكثبان المهولة. نتبع القافلة وهي تسير ما بين كثبان الرمال أحياناً أو على بعض الطرق المعبدة أحياناً أخرى. هذه الصحراء مترامية الأطراف ويبدو أنها لا تنتهي. نقص الأثر لنعرف بأي اتجاه سارت القافلة حين تغيب عنها، أو يحفر أحد مرافقين في الرمال ليقيس حجم توغل الماء فيها بعد الأمطار، وهي وسيلة أهل البادية لمعرفة غزارة الأمطار وتوقع مدى نمو الحشائش بعد عدة أيام. بعد أن حددنا موقع القافلة وصورنا ما يكفي لليوم، انطلقنا إلى موقع شركة بتروغاز في رملة السحمة، وهي واحدة من شركات النفط الكثيرة في الصحراء العمانية. وارتحنا في موقع الشركة حيث استضافونا، وكذلك استضافوا القافلة. وهذه ميزة عظيمة أخرى بالنسبة للعابرين لصحراء الربع الخالي، لم تكن لتخطر في مخيلة مبارك بن لندن حين كاد يهلك عطشا وجوعا هو ومرافقوه عندما مروا من هنا. أما نحن وهيز فكنا مدعوون للاحتفال في مطعم الشركة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني وتناول وجبة العشاء التي أعدت خصيصا لاستقبالنا. في الأسبوع الأول كنا نعد الأشياء ونجهزها، ولكن هذه المرحلة التي نحن فيها مستقرة، فنحن نقطع 40 كيلومترا في اليوم. منظر جميل. غادرنا شركة بتروغاز مع القافلة، وفي الصباح في رملة السحمة كنا قد قضينا ليلتنا في موقع قريب من موقع مبيت القافلة. نقوم بكل شيء بسرعة حتى لا يفوتنا بداية سير القافلة، ثم نتابع سيرها ما بين كثبان الرمال وعلى السهول المنبسطة بينها. وفي المساء كانت المفاجأة لنا جميعا، حيث علمنا أن أبناء قبيلة الحراسيس قد قطعوا ما يقرب من 180 كيلومترا من هيمة وما جاورها من مناطق ليقيموا لنا وليمة في الصحراء، وهذا آخر ما كنا نتوقع أن نشهده في هذه المنطقة من الربع الخالي التي لا تكاد ترى فيها أثرا للحياة. فإذا بأصوات إطلاق النار من الأسلحة التقليدية التي تعد جزءا لا يتجزأ من حياة أهل البادية تبدد هدوء المساء في الصحراء، وتعالت أصوات الرجال بالغناء التقليدي الشجي، ودارت الأحاديث حول الرحلة وكل ما يتعلق بها،
سواء بالنسبة لهيز ورفاقه أو حتى بالنسبة لنا كفريق مرافق لهم منذ انطلاقهم من صلالة إلى الآن. فأهل البادية يحرصون على معرفة كل شيء بدقة، حتى إذا نقلوا خبرا يكونوا على يقين مما يتحدثون عنه. وقد استمرت جلسة السمر بعد ذلك وامتدت لفترة من بداية الليل. وصول الرحالة للمنطقة هذه يمثلنا الكثير، تسليط الضوء وتسليط الإعلام على هذه المنطقة وإظهار مكنونات هذه المنطقة هو الشيء الكثير. كما تعلمون أن المنطقة هذه اللي هي منطقة السحمة الواقعة في ولاية هيمة وغرب جدة الحراسيس هي منطقة فيها مميزات كثيرة ومقومات سياحية وفيها مكنونات كثيرة. في اليوم التالي وصلنا إلى نبع ماء كبريتي فوار في الصحراء تنبت حوله مجموعة كثيفة من الأعشاب. يبدو المنظر للوهلة الأولى رائعة، إذ تكسر الخضرة اليانعة لهذه الأعشاب قساوة ألوان الصحراء التي رافقتنا خلال أيام كثيرة، وربما كان هذا النبع موردا فيما مضى. نقوم باستكشاف الموقع وبإصلاح أحد إطارات السيارة التي تحمل مؤننا، وتبدو لنا قافلة الجمال بين الحين والآخر عبر كثبان الرمان وهي قادمة باتجاهنا. وكثيرا ما يتوقف الرحالة إدريان هيز ليقوم بالتمثيل وكأنه يقطع الصحراء وحده على ظهر جمل، ويقوم الفريق المرافق له بتصويره وهو يمشي على الرمال أو يركب الجمل أو يتطلع إلى الأفق وكأنه ينظر إلى شيء بعيد. في أقصى رملة الغابة باتجاه الشمال كانت محطة استراحتنا المسائية. جمعنا ما استطعنا من الحطب لإشعال النار وطبخ العشاء وعمل القهوة. الجميع يشارك في العمل، فهنا تذوب كل الفوارق وتتلاشى الأنانية وحب الذات في سبيل إنجاح المهمة. نتحلق حول النار في المساء ونتبادل أطراف الحديث كالعادة لنمضي ليلة أخرى من ليالي الصحراء. كلما اقتربنا من سبخة أم السمين تبدو الأرض أكثر قساوة، عظام ناقة أو جمل ميت على الطريق تنبئ عن خطورة المنطقة، فمن يعبر هنا دون أن يكون مستعدا قد يعرض نفسه ومن معه للهلاك. نتابع القافلة في بدايات سبخة أم السمين وننطلق أحيانا لاستكشاف هذه المنطقة الغريبة. سهول ممتدة من الرمال والملح والحجارة الصغيرة قبل بداية السبخة، غير أنها لم تعد مخيفة كما كانت سابقا بسبب الطريق الذي تم شقه في وسطها مباشرة، وهو طريق ترابي يربط بينها وبين رملة خيلة. أم الثمين أكبر السبخات الداخلية في الجزيرة العربية، ويبلغ طولها نحو 100 كيلومتر، وهي عبارة عن بحر ممتد من الرمال والطين والملح. يقال
إنه من يخرج في بعض الأماكن هنا عن الطريق قد تبتلعه هذه السبقة. وقد قضينا نهارا كاملا نتبع القافلة على هذا الطريق الذي يعبرها. المشاهد هنا موحشة جدا، فيما تبدو كثبان الرمال على البعد وكأنها عمالقة من عالم الخيال تحرس المكان وتؤمله من كل الاتجاهات. خرجنا وخرجت القافلة من سبخة أم السمين بالسلامة، ووصلت عند المساء إلى مشارف رملة خيلة القريبة من منطقة تنعم بولاية عبري. أناخ الرجال الإبل وقدموا لها الحشائش والماء وتناولوا العشاء المعد سلفا وعدوا لأنفسهم الشاي. وكان لنا حديث طويل معهم ومع إدريان هيلز ومرافقيه وفريق التصوير المصاحب له. جت الرحلة هاي لتعيد للناس وذكريات يعني المستكشف السابق مبارك باللندن، وانا الصراحه يعني اشوف اثره يعني ارشيف شبه الجزيره العربيه بالصور يعني النادره. ونحن من بدينا الرحله الحمد لله ولين يومنا هذا الحمد لله فريق طعمك التلفزيون العماني ويانا، والشباب طال عمرك العمانيين اللي هم الهجان السلطانيه خاونا من عقب وادي عيون من عقب منطقه المطهفه، والحمد لله والامور الحمد لله كلها ميسره. إن المشهد في الريف جميل، وقد شاهدنا كل شيء بداية من مدينة صلالة وعبر الجبال والوديان والضفاف المنحدرة والأشجار، ثم بعد ذلك الكثبان الرملية. كثبان رملية كبيرة وجميلة، لونها أحمر لامع، ألوان جميلة خصوصا في هذه الأيام خلال غروب الشمس أو شروقها، إنها جميلة. هذه الرحلة كانت شاقة نوعا ما، لكن هي مغامرة كمغامرة يعني خضناها، لأن أول مرة في حياتي يعني أركب جمال بهذه المسافات الطويلة. والله واجهنا ظروف يعني جدا في بعض الأوقات إن يعني نترجل من على الجمال، نمشي من في وحل في حصى في صبخة في رمال، يعني ظروف قاسية وحرارة الشمس وكل شيء يعني، لكن الحمد لله إن تجاوزناها بكل خير وسرور. In the space of one day, we went. لنضرب مثالا، قبل يومين في خلال يوم ونصف تنقلنا من كثبان رملية كبيرة إلى بحر من الملح وهو يشبه كبسولة من الثلج وتبدو مثل حقل الثلج، وكان منظرا رائعا. ربما هناك الكثير من العمانيين من لم يشاهد الرمال المتحركة الكبيرة أو الكثبان الرملية في الربع الخالي الذي نمر عبره الآن، وهذا شيء رائع. وفي صباح اليوم التالي واصلت القافلة سيرها باتجاه الموقع المعد من قبل أهالي ولاية عبري لاستقبالها ولإقامة حفل توديع للرحالة بمناسبة نهاية رحلته في الأراضي العمانية. فرقة فنون عمانية مغنى كانت في استقبال الرجال عند وصولهم إلى الموقع، ولفيف من الأهالي توافدوا من عبري وما حولها من المناطق لاستقبال القافلة، حيث تم التقاط الصور التذكارية وتناول وجبة الغداء. بعد الغداء انطلقت القافلة مجددا، وما زال يرافقهم الركاب العمانيون.
ونحن أيضا نتابع مسيرهم على أن نعرف كيف يكون خروجهم من هذه المنطقة. فبدون وجود الدعم الذي كان متوفرا لهم خلال أيام الرحلة عبر الأراضي العمانية والتي تواصلت لحوالي 25 يوما لن يكون من السهل عليهم عبور هذه الصحراء. بحلول المساء توقفوا للراحة وقدموا الماء والحشائش للإبل وقاموا بطبخ وجبة العشاء والسمر بعد ذلك حول موقد النار. يبدو أن الرحالة إدريان هيز ومرافقيه كانوا ينوون إرسال الجمال في سيارات إلى داخل حدود دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم اللحاق بها هناك ومواصلة الرحلة. لكن وجودنا لم يتح لهم هذه الفرصة، وقد حاول أكثر من مرة من خلال توجيه الشكر لمرافقيه من العمانيين في القافلة كي ينهي وجودنا معه حتى لا نصور شحن الجمال في السيارات. كنا نعرف ذلك ونماطل لنرى ماذا سيفعل وكيف سيتصرف. تنطلق جمال هيز ورفيقيه فتتبعها الجمال العمانية التي ألفت وجودها معا. يخرج الرحالة ورفيقه من الحدود العمانية ثم يعودون مرة أخرى وينضم إليهم المرافقون العمانيون. كانت لحظات غريبة من الترقب لما سيحدث وكيف سيكون الفراق بعد كل هذه المسافة التي قطعوها معا والحياة التي تشاركوها على مدى أيام الرحلة، ونحن نتابع كل ذلك. أخيراً تركنا الرحالة والمستكشف البريطاني إدريان هيز على مشارف الحدود ما بين سلطنة عمان ودولة الإمارات. أما نحن فعدنا إلى الشصر وأجرينا مقابلة مع أحد المسنين من أهاليها. علمنا أنه كان قد عاصر مبارك بن لندن وباعه إحدى إبله وهو محمد بن مقطوف مسلم. اشتربها 80 فرنس. يا هناك قيل عادي بات مطية فوق مطية يذية بات مطية زيادة عندها مطية قوية لكن فوقها حمول وايد فوقها زاد وفوقها ماء وفوقها هني قيل عادي بات مطية وبعنا عليها 80 من فرنس وراح فوقها من رمل في الغافة راح فوقها فوق ثنتين عنده وذلك كلهم كل واحد مطية ولا هو مطيه مطيتين ثنتين واحدة فوقها زاد وواحدة فوقها قشة وحملتها كلها. في إحدى اللحظات الحرجة من أسفاره في الصحراء يقول ويلفريد ثيسجر عند نهاية الأفق حيث اتحدت الرمال بالسماء: لم أشاهد مخلوقا حيا في ذلك الفضاء اللامتناهي، ولا حتى نباتا يابسا يعطيني شيئا من الأمل. فقلت في نفسي:
إننا لن نستطيع العودة، وليس من مكان نلجأ إليه، ولا يمكن أن نصعد كثيبا آخر من هذه الكثبان المفزعة. لقد انتهينا فعلا، وتملكني السكون الذي تغلب على أصوات رفاقي وحتى على جمالهم.